السلام عليكم. يا صبر أيوب، حتى صبره يصل إلى حدود وهذا الصبر لا يصل. لا ثوب فنخلعه إن ضاق عنا، ولا دار فننتقل. أيتها القدس الصابرة على وجع الاحتلال وعنصريته المقيتة، لا بد من حرية قريبة تعانقين فيها الأمل وترتدين ثوب النصر بإذن الله. لا بد لفلسطين أن تنتصر على جلادها، وللأحرار أن يثأروا لعذابات الأجيال المشردة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من فلسطين. وحدك تشوك دياري، يا وحدي حرة فدائية. وحدة أبناء زواري عجزت الصهيونية. فينا وحدة سواتر تحمي الميدان وتقطع السلك الجائر، وحدة شجعان. فينا وحدة سواتر تحمي الميدان وتقطع السلك الجائر، وحدة شجعان. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من فلسطين، ونحو مواجهة عالمية للاحتلال والتمييز العنصري في فلسطين المحتلة. هذا الموضوع الذي بدأ يشغل العالم كله، العنصرية الصهيونية المقيتة، والتي تمثلت في قانون أقره الكنيسة الصهيوني بأغلبية ضئيلة. وهذا القانون يعبر عن وجه إسرائيل الحقيقي، الوجه الاحتلالي الاستيطاني العنصري. يسعدني لمناقشة هذا الموضوع استضافة الأستاذ معين نعيم، الباحث والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ معين معنا في هذه الحلقة. كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذ معتز المسلوخي، رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. دعونا نبدأ نقاشنا بعد متابعة هذا التقرير، فابقوا معنا. ظلت القضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة تمثل محور ارتكاز لدى شعوب العالم وأحراره في مواجهة نزعة العنصرية والعمليات التوسعية في المستوطنات على حساب أصحاب الأراضي الأصليين في الضفة والقدس المحتلتين، ما يستدعي إلى الدعوات المتتالية لحماية فلسطين أرضا وشعبا. مبدأ الديمقراطية التي سوقت له إسرائيل نفسها أمام المجتمع الغربي يبدو أنه بدأ يتكسر، ويحتاج إلى تسليط الضوء على العنصرية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين. الجهد الكبير الذي يبذله فلسطينيو الخارج تجاه هذه القضية هو جهد مقدر، وجهد أعتقد أنه يمكن أن يبنى عليه، خصوصا وأن الشخصيات المشاركة هي شخصيات وقامات وطنية فلسطينية لها امتداداتها ولها أنشطتها في الدول التي تعيش فيها. حملة يطلقها المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج.
فمن خلال التحذير الذي أطلقه المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، سلط الأنظار إلى خطورة استشراء المغتصبات وانتشارها ومعالجتها قانونيا وسبل تسويتها رغم خطورتها على الأراضي الفلسطينية وضياع غالبيتها في ظل الاستمرار في شرعنة وبناء المستوطنات. أي مؤتمر مقاطعة أو يدعو إلى المقاطعة الكيان أو مستوطناته أو بضاعته أو حتى جامعاته له تأثير كبير، ونلمس ذلك من ردة فعل وزير الأمن الداخلي وزير الداخلية الذين منعوا أي وفد أجنبي أو أي مناهض للاحتلال من القدوم إلى الكيان، يتم التحقيق معهم من قبل الشباك في المطارات. هذا أحداث ضجت بها الكيان في الفترة الأخيرة. كما دعا المؤتمر إلى مقاطعة واسعة وشاملة عالمية للكيان الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يحتل فلسطين ويصادر أراضيها، إضافة إلى دعوة الأمم المتحدة إلى دعم قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والمعارض للمستوطنات، معتبرا إياها غير قانونية ويجب وقفها وإزالتها. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن قضية خطيرة أستاذ معين، وبدأت دولة الاحتلال والتي كانت دائما تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، بدأت يعني تزداد توحشا في عنصريتها في الحقيقة في الآونة الأخيرة من خلال سعيها إلى إقرار قانون القومية وتحويل هذه الدولة إلى دولة يهودية. لماذا الاحتلال الصهيوني أو الإسرائيلي احتلال عنصري باعتقادك؟ يعني بدايه ساعلق على كلمه قلتها في توصيفك، قانون نعم الدوله القوميه، هو يعني قانون واحتلال نعم. كلمتان لا يلتقيان بالضبط. الاحتلال هو لا قانوني نعم. فكل ما يصدر عن هذا الاحتلال هو ليس قانون، انا اسميها في كثير المحاضرات اقول هو القانون اللا قانوني. هذا اولا. ثانيا، حقيقه ان وجود الدوله، وجود المشروع الصهيوني في فلسطين هو مشروع عنصري، هو اصلا بني على فكره عنصريه، فكره الطرد والاحلال، طرد الفلسطيني لأنه فلسطيني وإحلال الآخر لأنه يهودي صهيوني. يعني يكفي لك أن تكون من العرق السامي كما يسموه نعم. لتكون مواطنا كامل الحقوق، بل ولك أرض وبيت وراتب شهري إلى آخره نعم. بغض النظر عن مكان ميلادك، عن أصولك، عن حقك في هذه الأرض. فهذه العنصرية هي من البداية بدأت مع الحركة الصهيونية وما زالت مستمرة، لكننا اليوم نراها بشكل فج دون أي محاولة لتجميلها، لأن دولة الاحتلال والكيان الصهيوني أصبح لا يخشى من أي طرف في المنطقة ولا في العالم، لأنه يستشعر بالأمان أن كل جريمة سيرتكبها بغض النظر عن وضوح كونها جريمة لن تحرك أي طرف ضده، لأنه يبدو أنه لديه ضمانات عربية وعالمية وإقليمية أنه نعم. لن يمس. يبدو أنه هذا القانون الذي تم شرعنته مؤخرا في الكنيسة، لا أقول هناك عقلاء في الكيان الصهيوني، لكن هناك من لم يقبلوا بهذا القانون، لأنه 62 عضو كنيسة كان مع هذا القانون، 58 كانوا ضد، 8 امتنعوا، و50 عضو كنيسة كانوا ضد هذا القرار. يعني هو فعلا يبدو غير معقول حتى بالنسبة للصهاينة. يعني حقا هو طبعا حتى تكون الصورة واضحة، جزء من هؤلاء هم الفلسطينيين نعم. العرب الموجودين في الكنيسة الإسرائيلي في برلمان الاحتلال، وجزء آخر أنا أعتقد أنهم ليسوا عقلاء بمعنى أنهم يرون في هذا ظلم نعم. لكنهم عقلاء يرون أن في هذا تفجير لقنبلة حقيقة في وجههم وفضح فاجر لهذا الظلم. يعني أنا عندما نعلق على الحزب الليكود وحزب العمل، أحدهما يضربك بلكمة بقفاز حرير والآخر بدون قفاز نعم. هذا الفارق، لا فرق بين حزب العمل وحزب الليكود أو الأحزاب الصهيونية الأخرى أو حزب إسرائيل بيتنا نعم. وغيرها كلها. أنا أعتقد أن هؤلاء ليسوا عقلاء بمعنى أنهم يخشون أن يكون هناك ظلم من القانون، إنما عقلاء بمعنى أنهم يرون أن في ذلك فضح لممارسات الاحتلال نعم. مما سيمنع على الأقل أصدقاء هذا الكيان من القدرة على الدفاع بأريحية.
نعم. ضد هذه الجريمة. نعم. وليس هناك فرأينا الحروب في عهد اليسار الإسرائيلي أو ما يسمى باليسار الإسرائيلي أكثر شراسة وأكثر قتلا من الحزوف في عهد اليمين. طبعا. لذلك أنا أعتقد أنها عقلانية الخوف على مصالحهم بأكثر منها وعلى وجه إسرائيل الديمقراطي بالضبط يعني. الوجه الذي يحاول أن يظهره الديمقراطي أكثر منها خوف وحرص على أن يكون هناك ظلم أو على إحقاق حق الشعب الفلسطيني. يعني الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال منذ 70 عام بشكل يومي يشعر بهذا العنصرية وهذا الظلم، والذين يشعرون أكثر بهذا هم العرب الفلسطينيون الذين بقوا في أراضينا المحتلة عام 48، وهم الذين يقدرون ماذا يعني هذا القانون. الآن هناك مظاهر متعددة للعنصرية كانت في الماضي، هل هناك اختلاف لهذه المظاهر في المستقبل الآن بعد إقرار هذا القانون، يعني من خلال حتى المحاكم الاستعمارية هذه المحاكم الباطلة، ومن خلال كثير من الإجراءات التي ستتحول إلى بالفعل يعني إجراءات مغايرة عما كانت عليه؟ حقاً كما قلت لك العنصرية الصهيونية بدأت، والفاشية هذه المتطرفة بدأت منذ ما قبل إنشاء دولة الاحتلال، منذ الاحتلال الإنجليزي في فلسطين من حيث ممارسات القمعية والقتل والجرائم. نعم. لكنها ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، لكن على سبيل المثال عنصرية دينية ضد غير نعم. اليهودي، فحتى الدرزي الذي خدم في دولة الاحتلال اليوم لا يعترف به، يعني جزاءهم جزاء عرقوب، نالهم ما نال عرقوب. نعم. بعد أن خدموا الاحتلال وقتلوا إخوانهم الفلسطينيين خدمة للاحتلال اليوم لا يعترف الاحتلال بهم ولا بوجودهم ولا حتى بديانتهم. صحيح. وعقيدتهم. المشاعر الدينية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية لم تسلم من هذه العنصرية. أمس فقط تقرير عن مسجد حول إلى حانة وخمارة في فلسطين في حيفا. على صعيد الأفراد موضوع حق في التعليم في العالم كله، حق التعليم بلغتك وحق التعليم بمبادئك ومناهجك وحق لا يمكن نقاش طبعا. فيه نعم. هذا الحق في دولة الاحتلال يتم سلبه تحت هذه العنصرية. حق حتى العلاج، حق حتى الخدمات، هو يحتل فلسطين يعتبر الفلسطيني الذي بقي في أرضنا المحتلة عن ثمانية مواطن إسرائيلي، لكنه عند تنفيذ القوانين ينفذها ضد المواطن الإسرائيلي الصهيوني المحتل. نعم. بشكل يختلف تماما عن طبعاً. حق الأذهب من يذهب إلى فلسطين المحتلة عام 48 يرى الفارق الشاسع بين المدن والقرى التي بقي فيها الفلسطينيين ويدفعون نفس الحقوق، يعني عليهم نفس الواجبات ويتلقون الحقوق بشكل مختلف بين المدينة والمنطقة. حتى في حق التعبير، حق تقرير المصير، الذي هذا القانون بالمناسبة أحد أخطر بنود. أنا أعتقد هناك جملتان، الجملة الأولى هي اعتبار القدس ليس عاصمة إسرائيل إنما عاصمة دولة اليهودية. نعم. هذا يعني أن القدس التي حتى في القانون الدولي حتى في 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 عهد الإسلام كانت تعتبر مكان مقدس لأكثر من ديانة، كان يحترم فيها كل دين لديه قدسية فيها. اليوم لأول مرة على مر تاريخ القدس يتم منذ مئات السنين بل آلاف السنين يتجاوز الاحتلال هذا العرف السائد. الموضوع البند الثاني هو بند تقرير المصير، يقول تقرير المصير فقط هو للمواطن اليهودي. نعم. يعني يقول للفلسطيني المسلم وفلسطيني المسيحي وحتى الفلسطيني الدرزي وغير ذلك، حتى لو كنت تملك كل الأوراق الثبوتية أنك مواطن في دولة إسرائيل المحتلة، إلا أنك لا تملك أي حق في أن تقرر مصير هذه الدولة. هذا يعني أنه حتى الحق الذي يدعي فيه اليوم أنه يمن على الفلسطيني وعلى العالم أجمع أنه ديمقراطي، حتى الفلسطيني يشارك في التصويت، سيأتي يوم يحق لهذا الكيان أن يمنع الفلسطيني من المشاركة في التصويت، يمنع الفلسطيني من الدخول في البرلمان للصهيوني الذي الحق الذي أعطاه إياه لتزيين شكله. يعني بالمختصر المفيد سيحول المواطن الفلسطيني، يضع المواطن بين خيارين، إما الهروب بحياته ونفسه من فلسطين المحتلة عام 48 أو العيش كعبد لدى هذه الطغمة المحتلة. يعني يقول للمواطن الفلسطيني أنا سيد وأنت عبد هنا لخدمتي، لا حق لك في تقرير مصيرك، لا حق لك في لغتك التي تم أيضا في ضمن هذا القانون إلغاءها حتى من كونها لغة ثانية في دولة الاحتلال، ولا حق لك بممارسة شعائرك الدينية، ولا حق لك بحماية مقدساتك، ولا حق لك في الوجود حتى في اسم هذه الدولة، لأن هذه الدولة ستكون دولة يهودية كما يفعلون بمواطن القدس. هذه نقطة مهمة. كما يفعلون بمواطني فلسطينيين في القدس اليوم. أنا أعتقد أن هذا القانون قانون الإقامة، المواطن الفلسطيني هذا
يعني يجب أن نركز أعتقد أن بعض المشاهدين أو المشاهدين بعضهم يعرف ذلك، لكن المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة اليوم ليس مواطن إسرائيلي كما يظن البعض، هو مواطن لا يحمل الهوية الإسرائيلية ولا يحمل الهوية الفلسطينية، لكنه يحمل وثيقة إقامة كما يسموها الهوية الزرقاء. هذه الوثيقة الاحتلال يستطيع إلغاءها متى شاء وكيف شاء دون إبداء حجة، فسيتحول المواطن الفلسطيني في عام في الفترة المحتلة عام 48 أيضا لهذه الخانة إن أراد الاحتلال تنفيذ هذا القانون بشكل كما نص عليه في القانون. يعني لا بأس في أن نعرف الناس والعالم ونتحرك بهذا الاتجاه لفضح ممارسات الاحتلال العنصري، لكن في الحقيقة هناك ناحية إيجابية في هذا الموضوع. يعني إحنا في نهاية المطاف كشعب فلسطيني، جزء من الشعب الفلسطيني، وهذا الجزء الصغير وأعني القيادة الفلسطينية الحالية، ذهب إلى اتفاق سياسي مع دولة الاحتلال إلى آخره، وبعد 25 سنة لم نحصل شيء. بمعنى آخر، حاولت احتلال وحاول بعض العرب وبعض الفلسطينيين أن يجملوا وجهه، وهو مصر على أن يبدي وجهه القبيح الحقيقي. لذلك أستاذ معين، يعني هذا يعيدنا إلى الصراع وإلى المربع الأول مع الاحتلال. العلاقة يجب أن تكون علاقة اشتباك مع الاحتلال، وهذا هو الوجه الحقيقي. يعني أنت بتتوقع احتلال يعني يتعامل معنا بطريقة أخرى غير هذه الطريقة؟ بعدين 70 سنة كفيلة بأن نصل إلى قناعة إنه الاحتلال مارس معنا كل أنواع العنصرية، بس هو في عام 2018 أو 2017 وضعها في قانون. صحيح. بالمناسبة أيضا حتى لتثبيت ذلك، المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني بقيادة محمود عباس شخصيا بدأت عام 77 وليس كما نعرف مع أوسلو، بدأت عام 77، حتى الآن نتكلم عن 40 سنة من المفاوضات. لم تجدي إلا مع الأسف صفرا كبير، بل أصبحنا بالسالب. هذا أولا. ثانيا، طبعا الاحتلال سيفعل ما هو متوقع من هذا الاحتلال، فالاحتلال يظالم، الاحتلال مجرم، لكن المشكلة في أن يحاول حتى طرف فلسطيني مع الأسف وإن كانوا قلة كما ذكرت حضرتك يجمل وجه هذا الاحتلال بالجلوس معه على طاولة واحدة والحديث معه على أنه هو طرف يمكن التفاوض معه ويمكن الحديث معه لإعطاء الحقوق. الحقوق في ظل الاحتلال لا تعطى بل تأخذ، هذا عرف تاريخي. لا يمكن أن يعطيك المحتل حقك إلا إذا أكره على ذلك، فإن لم يكن هناك طريقة لإكراهه فلا يمكن أن يؤخذ هذا الحق. وهذا مواقع ليس في فلسطين فقط، النظام العنصري في جنوب أفريقيا لم يرضخ لضغوط المواطنين الأصليين هناك إلا بعد أن شعر أنه لا يمكنه البقاء، فيجب أن يتحول. أنا أعتقد أن فرصة مناسبة في ظل هذه الحملات وهذه الهجمة المضادة من المدافعين حق الشعب الفلسطيني، ولا أقصد هنا الفلسطينيين فقط، لكن الحمد لله أنا أعتقد أن موجة الدفاع عن فلسطين والقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بدأت تتوسع، أن نفضح ممارسات الاحتلال هذه وغيرها، لأنه الاحتلال لن يبقى، لن يجبر على إعطائك شيء إلا إذا شعر أن ثمن البقاء وثمن الظلم أغلى عليه وأعلى ثمنا من أن يعطيك حقك. فهذا يجب أن يكره الاحتلال ويضغط الاحتلال في هذا الاتجاه كما قلت لك، لكن الاحتلال سيستمر ممارساته، ونحن يجب أن نستمر في رفع هموم شعبنا وقضيتنا لأعلى سقف ممكن، والتعاون مع كل الأطراف. حقا الأطراف كما ذكرت وكنت نكرر، الأطراف ليس الفلسطينية فقط. اليوم نتكلم في الغرب عن أصوات أصبحت عالية جدا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني، أصبحت تقول بكل وضوح أن هذا النظام الاحتلالي هو نظام عنصري فاشي يجب أن ينتهي. لذلك لا ننتظر من الاحتلال أن يرحمنا برغبة، إنما أن يكره على إعطائنا حقوقنا ما شاء بإذن الله. اسمح لي أستاذ معين، نذهب لمشاهدة هذا الفيديو والذي يوضح طبيعة هذه العنصرية ويتحدث عن الحملة التي قام بها المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، حملة نحو فضح ممارسات الاحتلال والتمييز العنصري الذي يقوم به، فلنتابع هذا الفيديو. عالمي لإنهاء الاحتلال ومواجهة عنصريته في فلسطين، معا في وجه ممارسات الاحتلال الصهيوني وللتصدي لقانون القومية الصهيونية العنصري، معا في الدفاع عن حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية. اتركوا بصمتكم الإنسانية أينما كنتم، أفرادا ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية، ارفع صوتك ضد الظلم والاضطهاد والعنصرية والاحتلال بتغريدة، مقطع فيديو، لوحة فنية، رسم كاريكاتير،
قصيدة، مقال، رسالة إلكترونية، وقفة احتجاج، مسيرة واعتصام، نداء عالمي لإنهاء الاحتلال ومواجهة عنصريته في فلسطين، حملة يطلقها المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيك أستاذ معين نعيم الباحث والمحلل السياسي مرة أخرى. هناك فعلا حاجة إلى حملة عالمية وقوية باتجاه فتح ممارسات الاحتلال، هل تعتقد أن هذه الحملات كفيلة بذلك؟ أولا نريد تعريف بهذه الحملة قبل أن نتحدث عن أهميتها. يعني حقا هي حملة أطلقها المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج لفضح ممارسات الاحتلال العنصرية، ليس فقط القانون العنصري الفاشل الذي أقر قانون القومية اليهودية، بل كل ممارسات الاحتلال لعدة أسباب. أولها مع الأسف أن الواقع الفلسطيني اليوم هو في أخطر مراحله، أن القضية الفلسطينية تمر في ظروف صعبة قد تكون الأصعب منذ بداية الاحتلال، حيث أن هناك محاولات دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف المتساوقة معها في مشروعها لإنهاء القضية الفلسطينية، وعلى رأسها إنهاء قضية اللاجئين، إنهاء قضية فلسطين كقضية شعب محتل وتحويلها إلى قضية إنسانية بسيطة لمجموعة من الناس يمكن توزيعهم أو إعادة ترتيبهم في دول المنطقة، توطينهم في دول المنطقة، إعادة انتشار كما يسمون. النقطة الثالثة أن كما ذكرت أن هناك قوى حية في العالم أصبحت أكثر حساسية وأكثر وعياً بقضية فلسطين، وتحتاج منا كفلسطينيين في الخارج أن نكون عند حسن الظن على الأقل، أن نحمل حقيقة الممارسات الاحتلالية أولاً على صعيد الإنساني والصعيد السياسي والصعيد القانوني، ونضغط نشكل هيئات ضغط أو قوى ضغط في المجتمع المدني في هذه الدول، خاصة الدول الغربية ودولنا في المنطقة، لنرفع صوت الظلم الواقع، نرفع الصوت الفلسطيني ضد الظلم الواقع عليه، ونحاول قدر المستطاع، لأنه الوقوف اليوم والصمت اليوم هو جريمة. الصمت اليوم هو حتى لو لم نشارك في الظلم، فالصمت اليوم على جرم الاحتلال وجريمة الاحتلال التي تنفذ في بأشرس طرق في فلسطين، في القدس، في 48، حتى في غزة، هو مشاركة في هذه الجريمة. فكان المؤتمر الشعبي عنده هذا القرار أن يكون هناك حملة لإعادة القضية الفلسطينية إلى السطح، مع الأسف بعد أن تراجعت وتيرة الحديث عن القضية الفلسطينية في ظل الأحداث العالمة التي تمر فيها المنطقة، للتركيز على الظلم الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني كي لا تمر الجريمة دون حساب أو عقاب، وكذلك دعم الحراك الشعبي العالمي والحراك المجتمعي العالمي بالمعلومة والمساندة الإعلامية كي يكون هناك نتائج أفضل ما يكون أو أكثر مما إلى جانب ذلك. ألا تعتقدون أن هناك أهمية خاصة للحراك الفلسطيني الرسمي الذي يجب أن يكون أقوى من هذا؟ مع الأسف أنا أعتقد أن المؤتمر الشعبي يحاول أن يغطي بعض العجز الناتج عن الأداء السيء، حقيقة لا أريد أن أجامل أداء السيء للقيادة الفلسطينية الرسمية اليوم في الدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني، الخمول في الدوائر الرسمية الفلسطينية في خارج فلسطين وداخل فلسطين في رفع صوت الظلم والصوت عاليا ضد الظلم الصهيوني الواقع ضد الشعب الفلسطيني. فأنا أعتقد أن الإمكانات المتاحة اليوم لمؤتمر الشعب الفلسطيني هي إمكانات على بسط، لكن هناك فرصة أن يغطي هذا العجز ويفضح هذه الممارسات حتى يستيقظ مع الأسف المسؤول الفلسطيني المطلوب منه أن يكون شريك، بل يقود هذه الحملات، لا أن يتفرج عليها، بل أحيانا مع الأسف يشارك في حملات مضادة لمثل هذه الحملات. لكن قالوا أنهم سيتوجهون إلى الجنائية الدولية. قالوا كثيرا أنهم سيتوجهون للجنائية، وتقارير كثيرة أوشكت أن تودي بالاحتلال إلى محكمة الجنايات، لكن مع الأسف الجهات الرسمية الفلسطينية ومحمود عباس وقيادات منظمة التحرير المتفردة بالقرار الفلسطيني دون باقي الشعب الفلسطيني سمحت بطريقة يعني أقل ما يقال عنها أن إهانة لتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني بسحب هذه القوانين والقرارات وتقارير اليونسكو وتقارير لجنة التحقيق في الأمم المتحدة الكثيرة أسقطها أداء السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس. هم وعدوا الآن أن يعودوا، أنا أعتقد لا يوجد هناك من يمنعهم، يعني الفرصة أمامهم والباب مفتوح فليتحركوا، لكن أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي سلطة وظيفية
ليس من مهامها التي رسمت لها من قبل القوى الدولية التي جاءت بها إلى فلسطين أن ترفع قضايا في المحاكم الدولية، ولا أعتقد أنهم سيتجرؤون، لأنه عندها ستنتهي مهمتهم وسيقضى على هذه السلطة. نعم. السلطة الفلسطينية لو كانت بالفعل سلطة فلسطينية كما تحمل اسم الشعب الفلسطيني وتمثل الشعب الفلسطيني، كانت تذهب، كان يجب أن تذهب إلى محكمة الجنايات منذ اللحظة الأولى، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. أتمنى أن يتحركوا ويتجهوا إلى محكمة الجنايات، لأن الاحتلال ارتكب من الجرائم ما يكفي أن يفتح ليس قضية واحدة بل عشرات القضايا بل مئات القضايا ضد الاحتلال، قتل الأبرياء، احتلال الأراضي، انتهاك القوانين الدولية في حق الشعب الفلسطيني في الأرض وضد الإنسان. لكن مع الأسف قضية الفلسطينية كما قيل قضية رابحة يدافع عنها سلطة فاسد. نعم فاسد. أستاذ معين، يبدو أن هذا الحراك الرسمي الفلسطيني والعربي الضعيف الركيك أدى إلى تراخي في الموقف الدولي والأوروبي تجاه مناصرة الشعب الفلسطيني وتجاه يعني محاربة عنصرية الاحتلال، يعني لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك كما تعرف، وبالتالي هل هذا صحيح يعني، وهل هذا مسوغ لهذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان ألا تقف معنا؟ حتى نكون صادقين واضحين مع أنفسنا، يجب ألا نعول على أنظمة مادية. الديمقراطية الغربية ديمقراطية مادية وليس ديمقراطية إنسانية. نعم. يعني حتى نميز بينها، الديمقراطية المادية ترى أن المصالح هي فوق كل شيء، مصالح الدول، الحاكم الذي يأتي لحكم أي دولة الهدف الأساسي والمرجع الأساسي بالنسبة لمصالح دولته، إن لم يشعر أن مصالح دولته مهددة أو على الأقل مصالح دولته هي في التعامل مع الشعوب ضد الأنظمة الفاسدة، مع الشعوب ضد الاحتلال، فلن يتحرك. يعني كما يقولون، قال لي بروفيسور فنلندي في 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 الجامعة كنا في إحدى اللقاءات نتكلم عن الجرم الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، قال بالحرف الواحد: يا فلسطينيين لا تنتظروا من أوروبا التي قتل منها أكثر من 50 مليون في حرب واحدة أن تتحرك لأجل قتل 1000 و2000 و10000 فلسطيني. إن لم تستشعر أوروبا أن مصلحتها في دعمكم فلن تتحرك. أنا أتكلم هنا عن الأنظمة الرسمية. نعم. أنا أعتقد أن هناك حراك شعبي على مستوى المجتمع المدني في أوروبا يجب أن ندعمه، ويجب أن نصل بهذا الحراك لحالة تجبر الأنظمة الرسمية في أوروبا حتى أن تضع مصالحها مع مصالح الشعوب ومصالح الشعب الفلسطيني. لأنه اليوم الحاكم الأوروبي إذا شعر أن بعدائه للاحتلال الصهيوني سيكون بعض الأنظمة العربية ضده وبعض الأنظمة الإسلامية ضده وبطبيعة الحال الكيان الصهيوني وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية ضده، فلماذا يخاطر بمصالحه من أجل بعد إنساني في الديمقراطية؟ الديمقراطية الأوروبية هي ديمقراطية مصلحية بحت، يجب أن نشعرها أن مصلحتها ومكاسبها الحقيقية هي في دعم الشعب الفلسطيني. وهذا يأتي أولا من تثقيف شعوب هذه الدول وإشعارها بأن حق الشعب الفلسطيني هو حق حقيقي وأصيل بالعودة، وإشعار هذه الأنظمة وهذه الأحزاب التي تريد أن تحكم هذه الشعوب أن شعوبها لا تقبل بهذا الظلم. وأنا أعتقد أن بعض الدول بدأت تتأثر، بدأنا نرى قضية فلسطين، في السابق كانت لا تذكر قضية فلسطين في السياسات الداخلية لهذه الدول، اليوم بدأنا نرى في بعض الدول قضية فلسطين أحد تذكر حتى في الأنظمة الداخلية للأحزاب. جنوب أفريقيا تخيل طرحت قضية فلسطين والموقف من قضية فلسطين لدى المتنافسين على قيادة الحزب الحاكم. في إيرلندا قضية فلسطين كانت جوهر من القضية من القضايا الأساسية الخلافية بين الأحزاب الحاكمة. حتى في بريطانيا اليوم بدأنا نتكلم وجيريمي كوربن أصبح أحد التهم الموجهة له موقف من قضية فلسطين. هذا شيء إيجابي أن قضية فلسطين لم تعد قضية مهملة لا تذكر إلا في المناسبات، بل أصبحت قضية مؤثرة حتى في السياسات الداخلية، وهذا الأمر يجب أن نعمم ونرفع من وتيرته حتى نستطيع أن نكسب التنافس على الشعوب. الاحتلال الصهيوني كسب التنافس في الفترات الماضية بسبب قدرته الإعلامية وقدرته المالية وضعف المدافعين على قضية فلسطين وضعف الإعلامي المناصر لقضية فلسطين. نعم. اليوم أعتقد أن ليس أمامنا حجة ولا لدينا دافع، يعني لا يقبل منا أن نسكت وأن نصمت على الاحتلال، لأن لدينا أدوات أصبحت. نعم. على الأقل نستطيع أن نؤثر فيها. نعم. أنت سبقتني إلى ذلك، ولا سيما أن هناك فعلا أدوات ناجحة منها البي دي أس ومنها يعني حركات المقاطعة الأخرى والمؤتمرات وشخصيات دولية، البي أس دي والبي دي أس وغيرها من الحركات. نعم. ليس فقط هذه، حتى الأحزاب كما ذكرتك اليوم في بريطانيا الحزب الأكبر المعارض حزب العمال يقوده رجل يدافع عن قضية فلسطين. أحد التهم الموجهة له اليوم كالعادة كل من يهاجم دولة الاحتلال وجرائمها يتهم بمعاداة السامية. أحد التهم الموجهة لجيريمي كوربن هو أنه معادي للسامية. حتى عمدة لندن اضطر أن يغير من كلامه أو يعدل من حديثه لأنه متهم بمعاداة السامية. هذا يدل أن هذه الأشخاص
التي تناصر قضية فلسطين. ما أن تصل إلى هذا المنصب يعني أن أنصار قضية فلسطين لم يعودوا فقط البسطاء أو الشخصيات البسيطة في المجتمعات. اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية لا يغرنا موضوع أن التغول ترامب هذا رجل الكاوبوي الأمريكي، لكن أنا أعتقد حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هناك حراك اضطرت بعض الولايات لتجريم البي دي اس. هذا التجريم على ما فيه من جريمة، أعتقد أنه جريمة ضد حرية التعبير عن الرأي، إلا أنه يؤشر أن هذه الحركة أصبحت مؤثرة. اضطر اللوبي الصهيوني في هذه الولايات أن يحرك القضاء الذي هو مع الأسف ليس نزيها في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليكون يجرم هذا الحراك. هذه كلها أدلة تقول لنا يا فلسطينيين يا أنصار القضية الفلسطينية، قضيتكم لم تعد قضية وهمية وليس قضية هامشية، قضيتهم قادرة على التأثير. فعلينا أن نعمل أضعاف ما كنا نعمل في السابق لنستطيع أن نوصل رسالتنا لكل أحرار العالم، ليس فقط لأنصار القضية الفلسطينية من عرب ومسلمين، فهم من باب أولى أن يكونوا شركاء في الدفاع عن القضية الفلسطينية معنا لنوصل رسالة القضية الفلسطينية للغرب وخاصة الغرب. أنا هنا أقول الغرب لأنه موضوع العنصرية الغرب يشعر فيه بجريمة وذنب، لأنه جزء كبير من القضايا التي مرت في 200 عام الماضية في أوروبا وفي أمريكا كانت ساحتها موضوع العنصرية. فهناك حتى بالمناسبة حتى صمت الغرب على الاحتلال الصهيوني كان فيه هذا الجزء، لأنه العنصرية ضد اليهود في أوروبا كانت دافع لأن يصمت هذا الغرب وتصمت أوروبا على جرائم الاحتلال بحجة حتى يعطوهم بعض الحقوق التي سلبت منهم. طبعا هم حلوا جريمتهم أو خطأهم على حساب القضية الفلسطينية، ويجب أن نشعرهم أيضا أن حلكم لجريمتكم على حساب الفلسطينيين أيضا هو جريمة أخرى وذنب آخر يجب أن يغتفى أن تكفروا عنه بإعادة الحقوق لأصحابها كما فعلوا في جنوب أفريقيا. أنا أعتقد أن قضية فلسطين قابلة أن تكون قضية كما جنوب أفريقيا يعاد الحق فيها وبسهولة، أنها قضية الحق فيها واضح، المجرم فيها واضح، الاحتلال فيها واضح، والشعب المحتل فيها معروف. نعم. طيب الآن مثل هذه الحملات فقط تكون موجهة للعرب والمسلمين أم أنها أيضا في حملات موازية موجهة للغرب؟ لا الحملة هي حملة عالمية وليس حملة عربية إسلامية كما ذكرت لك، بل أنا أعتبر أن العربي والمسلم ليس ضيف على قضية فلسطين، من واجبه أن يكون هو شريك في هذه، يجب أن يكون شريك في هذه الحملة كما ذكر التقرير قبل قليل أو الفيديو قبل قليل، أنه يجب أن يشارك كل إنسان. نعم. لا أقول مسلم وعربي بل أقول كل إنسان في هذه الحملة ولو بتغريدة، لأنه يعني حقا قد يستقل الإنسان بتغريدة. بعض التغريدات التي صدرت عن بعض المغردين البسطاء الذين لا يتابعهم قد يكون الآلاف أوصلت رسالة قوية مما أدى لانتشار تغريداتهم وتأثيرها في العالم. بعض الحركات البسيطة يعني تذكر موضوع سطل الرمل، كان يقول سطل الثلج تضامن مع مرضى اللوسيمي اليوم، فانتقلت الحالة إلى سطل الرمل تضامن مع أهل غزة، أثرت حتى أنه كثير من المشاهير العالم في الغرب شاركوا في هذه الحملات، وهذا ليس بسيط. قبل أيام بشكل متتالي مجموعة من مشاهير المغنيين في العالم اعتذروا ورفضوا المشاركة في مهرجان غنائي في دولة الاحتلال، وبعضهم غرد بشكل أثار الإعلام الغربي ضده بشكل مناصر لقضية فلسطين. قال أذكر لا أذكر اسمها المغنية مشهورة أمريكية، قالت لن أغني إلا إذا أتيح لي الغناء، بغض النظر عن الموقف من الغناء بحد ذاته، لن أغني إلا إذا سمح لي بالغناء أمام الفلسطينيين بعد إعطاء حقوقهم كما أغني أو كما يريدون أن يغني أمام الإسرائيليين. هذه قضية مهمة، بغض النظر اليوم يحاولون أن يساووا بين دولتين الفلسطينية وإسرائيلية، في السابق لم يكونوا يذكروا ذلك، نحن نحلم ونعمل أن يصل الحالة أن يتكلموا عن إحقاق الحق الكامل للشعب الفلسطيني في أرضه وفي وطنه. لكن هذه الحملة هي حملة موجهة لكل العالم، يجب أن يشارك فيها كل فلسطيني، كل عربي، كل مسلم، بل كل حر في العالم، ولو بتغريدة كما ذكرت لك. نعم. ولو بصورة. أستاذ معين، يعني قد يعني تتلقى سؤالا من بعض المحبطين والمحبطين في نفس الوقت، يقول لك ما قيمة هذا الحراك وأنت أمام قوة عظمى هي قوة هي أمريكا وإدارة ترامب. تخيل أن ترامب اليوم يقول للجنائية الدولية إذا قمت باتخاذ أي قرار أو استقبال أي شكوى ضد إسرائيل أنا سأقوم بإجراءات ضدك. يعني هو لا يهدد فقط الفلسطينيين الضعفاء أو بعض الدول العربية، هو يهدد محكمة دولية، وبالتالي هل لهذه الإجراءات بالفعل قيمة على المدى القصير والبعيد أم أنها فقط من باب الحراك؟ بداية أنا أعتقد نحن الفلسطينيين وقضية فلسطين هي القضية التي لا يجب أن يتكلم فيها أحد عن المستحيلات. نعم. فهي قضية كلها مستحيلات وكلها نجاحات بفضل الله عز وجل رغم التضحيات الثمينة. من كان يحلم
أن اللوب الصهيوني الذي يتكلم بشكل في كل ملفاته وحتى اليوم يتكلم عن فلسطين إسرائيل الكبرى من النهر إلى النهر من النيل إلى الفرات 100 عام، أنا لا أقول 70 عام بل أقول 200 عام منذ المئة حتى في 100 عام الأخيرة من الدولة العثمانية و100 عام من الاحتلال الإنجليزي ثم الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع أن يخرج من فلسطين ليحتل باقي الأراضي العربية في المنطقة. وهذا الاحتلال الذي استمر 70 سنة لم يستطع أن يجبر الشعب الفلسطيني عن التخلي على التخلي عن أرضه وحقوقه، بل أنا أعتقد أن قضية فلسطين في 20 سنة الأخيرة اكتسبت زخما أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، رغم القوة التي كانت لدينا في السابق من الدعم الدولي والدعم الرسمي العربي، رغم تخلي كثير من الأطراف عن القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة، إلا أن قضية فلسطين وهذا أحد المستحيلات كما قالوا، قضية فلسطين هي قضية المستحيلات كما قلت لك. لذلك أنا أعتقد يجب ألا نتخلى عن أو نشعر بأي وهن وضعف نتيجة هذا الإحباط. أول ثانيا كثير من الحركات حتى العالمية، البي دي أس بالمناسبة عندما انطلقت حبلة المقاطعة العالمية قالوا عنها حركة وهمية وحركة مترفين، حتى أذكر عندما كنت أناقش بعض الشخصيات يقول هذه بعض المترفين في أوروبا لا يعرف ماذا يفعل فقام بهذه العملية. اليوم بي دي أس أصبحت حركة من السمع والبصر، أصبحت المحاكم الأوروبية والمحاكم في أمريكا وحتى في لندن بعض المحاكم حاولت بعض الحقين المناصرين للاحتلال الصهيوني أن يمنعوا هذه الحركة، إن دل فيدل أن هذه الحركة أصبحت مؤثرة عليهم حتى في أوروبا. الكثير من غزة هي مثال على هذه المستحيلات. من كان يحلم ومن كان من يتوقع حتى اليوم رغم 12 عام من الحصار، 3 حروب كل حرب فيها كفيلة بأن تسقط دولة مستقلة بسلاح وعتاد، لم تسقط غزة رغم الألم هنا الذي تعيشه غزة. الضفة، القدس، أهل القدس بالمناسبة، الموضوع البوابة الإلكترونية أنا أعتبر أيضا هو أحد المستحيلات التي نجح الشعب الفلسطيني. شعب مدينة محاصرة معظم سكانها منعوا من دخول المدينة في تلك الفترة، فبقيت بعض الأحياء المقدسية استطاعت أن تجبر الاحتلال بشكل قوي. بالمناسبة كلنا نحن الفلسطينيين في الخارج وأنصار قضية الفلسطينية في الخارج تحركنا بعد فترة من تحرك المقدسيين، فنحن كنا بعد المقدسيين كنا تبع للمقدسيين، فالنصف للبوابات الإلكترونية كان من المستحيلات التي صنعها أهل القدس. لذلك لا يجب أن نحبط ولا نقبل حتى موضوع المستحيلات. فليس كما ذكرنا خلايا البلطجة الأمريكية هذه البلطجة. أما موضوع البلطجة أود أذكر ذلك، أما موضوع البلطجة أنا سعيد جدا يعني حقيقة أخي، أعتقد أن ترامب هو أفضل حالة جاءت لأمريكا لتفضح هذا النظام. أنا أعتقد النظام الأمريكي اليوم خلع قناعه، قتلنا في كل دول في المنطقة، لكنه كان يقتلنا كما قلت لك بقفاز حديد عليه قطعة من الحرير، لكن اليوم ترامب كشف عن وجه هذه العنصرية. فأمام أمريكا خيارين اليوم وأمامنا نحن خيارين، أمام أمريكا إما أن تتخلى عن هذا النظام أو هذه العقلية الإجرامية التي تحلى بها ترامب يبيع حقوق الشعوب وكأنه مالك راعي بقر وهو يوزع قطيع يتنازل باسم الشعوب دون أي خجل ولا ورع، يهدد أنظمة دولية وهذا واحدا. ثانيا هذه الأنظمة محكمة الجنايات الأمم المتحدة اليونسكو لجان حقوق الإنسان العالمية أمام اختبار، إما أن تكشف أو تقف واضحة وتقف في وجه ترامب وتثبت أنها مؤسسات دولية ذات استقلالية حقيقية، أو أنها تنتهي كما طالب الرئيس التركي بأن تعاد تشكيل هذه المنظومة الدولية بمنظومة جديدة تلزم الجميع على الوقوف تحت طائلة هذه المؤسسات بنفس المستوى، ولا يكون هناك قوة منزهة عن المساءلة وقوة تحت طائلة المساءلة. أشكرك جزيلا أستاذ معين نعيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى بعون الله، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في زهرة المدائن. نتعرف اليوم على سوق خان الزيت في القدس المحتلة، فتفضلوا بالبقاء معنا. طبعا سوق خان الزيت مشهور يعني من آلاف السنين، انه يعني موجود في يعني متطلبات الناس السكان الموجودين في القدس القديمه، بيعرفوا انه يعني اي شيء بدهم اياه بتكون موجوده في البلد القديمه، من مكسرات، من عطور، من اي شيء يعني الزمان بيلزمه للبيت او لحياته اليوميه بلاقيه موجود في السوق، وعشان هيك سموه خان الزيت. اوضاع تعيسه، الركود اقتصادي بشكل رهيب جدا. نسبة على من المحلات يعني قاعدين أيام فيش استفتاح، أيام فيش بيع. درجة أولى من المشاكل اللي بتعاني منها البلدة القديمة مشكلة الجدار. كانت البلدة القديمة بتعتمد على الضفة الغربية أكتر، كل أهل الضفة الغربية من خليل، رام الله، ريحة، عزرية، أبو ديس، كل الضفة الغربية كانت تتوجه للبلدة القديمة، بالذات للقدس يعني والبلدة القديمة. فالجدار سكر نهائي، فيش حدا بيجي على القدس هلا. عماله بنهار يعني في محلات كثير، اصحاب محلات بروحوا بيشتغلوا بالليل فوق ثلاث، فراشين مش فراشين، بدهم يسكروا اغراض عيوبهم، بدهم يسكروا كذا، مضطرين. بس للاسف فلسطينيه او غير فلسطينيه معهم مليارات، بتطلع يصرف المليارات في مواقع ثانيه بدل ما يصرفوها على القدس. البلد القديم متحزن يعني، المؤامرات من كل الشقات يعني، ما في لا سلطة ولا أب مازن ولا دول عربية ولا جهات فلسطينية ولا حتى المسؤولين عن القدس. لو بده يجي سايح، يجي من الشمال، يجي أي شخص بدور على موقف بلاقيش موقف للسيارة، على أي أساس بده يصف السيارة وينزل يشتري البلدة القديمة أو يتسوق أو ينزل على الأقصى؟ عطول بوقف فورا مخالفة 500 شيكل. كثير أنا تعرض لهذا المواقع، أجوني زباين من الشمال بقول لك بس وقفنا بدنا ندور وين بدنا نصف السيارة. الدعم بدهم يعطوا علينا شروطات، عمره ما وصلنا دعم، كلام فاضي. إحنا بنعتمدش على الدعم الخارجي، إحنا بنعتمد بس على ابن البلد. إذا ابن البلد حط براسه بس يشتري من القدس ومن البلد القديمة تنتعش البلد، لأنه فيش إلنا أجر تاني غيرها. ابن الضفة بيجيش، هذه الرسالة بوجهها بس لابن البلد. إذا هو حروري إنه ابن الضل القدس إلنا وإحنا موجودين فيها بده يرجع يشتري منها. أوضاع خان الزيت عامة كل الشغل سيء جدا، يعني لا يتعدى ال 15-20%. هلأ إذا ما عملنا خطة مثلا نخلي نشجع بس ابن البلد، بس ابن البلد ينزلوا يشتروا من البلد القديمة، هذا الوحيد اللي بيرجع الانتعاش للبلد القديمة. هلا في تجار مثلا في الوضع الحالي في الواد بتلاقيهم كان مثلا اجر، هلا في البعض منهم بسكر او باجر محله او كذا، وبالسوق برضه محلات يعني كبيرة بتاجر محلاتها، عرفت كيف؟ ليش؟ بكون بقول لك هذا في بعرف واحد بالواد سكر محله وراح اشتغل اجير، كان يشتغل اجير قبل ما يفتح المحل، بده يسد مصاريف محله. يعني بيجوا ناس بيقول ليش بتسكروا بكير؟ يعني ما فيش حدا، لو بينزلوا الناس حتى ان اشتروا او ما اشتروا بيعملوا حركه بالسوق، لكن احنا طول النهار في وضع زي منع التجول عندنا البلد. ف يعني اللي بيقدر يصمد، اذا ما تحسن وضع اللي بيصمد له سنه او سنتين يعني كان الله في عونه. وفي حكاية مدينة بيسان، مدينة تأبى الاندثار على الرغم من كل هذا الإهمال ومن كل هذا الاحتلال منذ عقود طويلة، فلنتابع. مدينة بيسان نشأت فوق قواعد الحافة الغربية للغور، وتعد حلقة وصل بين وادي الأردن وسهل مرج بن عامر.
للمدينة أهمية تجارية وعسكرية وزراعية لوجودها في غور خصيب، كما كانت تعتبر محطة تتجمع فيها القوافل التي تسير بين الشام ومصر، ومعبراً للغزوات الحربية بينهما. يرجع شأن بيسان إلى أكثر من 6000 سنة قبل الميلاد، وحملت في العهود الكنعانية اسم بيت شام، وقد يعني هذا الاسم بيت الإله شام أو بيت السكون. في العهد الروماني كانت زعيمة للمدن العشر ديكابوليس، وأصبحت مركزاً تجارياً هاماً للقوافل المتجهة نحو الأردن. في أواخر عام 13 للهجرة حاصر المدينة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وفتحاها صلحاً، ولها شهرة خاصة في تاريخ المسلمين لوجود قبر الصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح. تحدث عنها الإدريسي بقوله: أما بيسان فمدينة صغيرة جدا بها نخل كثير، وبنيت فيها السافان التي تعمل منه الحصر السافانية، ولا يوجد نباته إلا بها، وليس في سائر الشام شيء منه. تطورت بيسان في الربع الأول من القرن العشرين بعد مد خط سكة الحديد حيفا درعا الذي يمر من شمال المدينة، حيث زاد النمو السكاني مع نمو العمران. حظيت باهتمام المسؤولين الأتراك الذين نظموا سوق المدينة ومبانيها. احتلها الإنجليز بعد الحرب العالمية الأولى، وتم اختيارها مركزاً إدارياً لقضاء بيسان. ضمت المدينة قبل النكبة مدرستين للبنين والبنات توافد إليهما الطلبة من القرى المجاورة. في عام النكبة احتل اليهود المدينة وطردوا سكانها العرب الآمنين من ديارهم، وظلت مهجورة طوال عام كامل قامت سلطات الاحتلال خلاله بتدميرها، ثم أعادت بناء المدينة بعد أن غيرت معالمها الأثرية والتاريخية ووطنت مئات العائلات اليهودية فيها. تشتهر مدينة بيسان بزراعة الحبوب والحمضيات والموز، وتنتشر فيها مواقع أثرية عدة، أهمها تل الجسر وخان الأحمر وتل المصطبة وتل الحصن، وهو موقع بيسان القديمة. ومن بيسان خرج المحدث الحسن محمد البيساني. بيسان في الوجدان أقوى من النسيان، بيسان جنة من تحتها الأنهار، تحفها الأشجار والتمر حنة. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تذكروا دائما أن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.